السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل ان انستول لأي باكج احنا نزلناه في الماتلاب. في بعض الأوقات ممكن تلاقي باكج زي الفي جي جي 16 أو 19 مثلا وانت بتنزلها بتعمل ايرور، أو أي باكج كانت موجودة عندك بدأت تعمل معاك ايرور فانت عايز تشيلها وتنزلها مثلا مرة تانية أو عايز تشيلها بشكل نهائي. هتلاقي موجودة عندك هنا في القائمة الرئيسية في ويندوز أو في ماتلاب، أنا آسف، في 2021 القايمة فيها 3 تاب، الهوم والبلوتس والابليكيشنز. هتلاقي في الابليكيشنز اللي هو جيت مور ابليكيشن، تمام، هتضغط عليها هتلاقيه يروح مطلع لك شاشة تانية. طبعا انا فتحتها عندي تحت يعني عشان ما تاخدش وقت، لان طبعا لازم تكون انت متصل بالانترنت. ففتحت الشاشة اهي، دي اللي فيها الابليكيشنز بتاعتي. طبعا هلاقي في ابليكيشن انا منزلها وحاجات انا مش منزلها، ممكن اعمل سيرش على اي حاجة، تمام. فانا مثلا عملت سيرش على ديب ليرنينج في جي جي، فجاب لي 16 و19 وجاب لي حاجات كتير، وهتلاقيه كاتب لي على اللي انا عامله انستول، كاتب لي ده انستول، الحاجات اللي انا مش عامل لها انستول هتلاقيها ظاهرة قدامنا برضو اهي، تمام. اقدر اعمل انستول لاي حاجة منها لو انا عايز اعمل لها انستول، تمام. يعني مثلا لو فرضنا ستايل ترانسفير دي مثلا، تمام، هلاقي موجود هنا ان انت ممكن تعمل لها اد للماتلاب، او لو حاجه محتاجه انستول تقدر تعمل لها انستول. طيب نرجع للشاشه الاولانيه بتاعتنا. طبعا على فكره انت تقدر تضيف برضو انت داخل الفايل اكستشينج بتاع الماتلاب لو ليك اكونت تضيف الحاجات اللي انت محتاجها. طيب انا كنت عايز اشيل الفي جي جي 16 مثلا، هقف عليها، طبعا هي لانها نازله فكتب لي مانج. لو انا كنتش لسه عمل لها انستول هتلاقي في اختيار هنا للانستوليشن، تمام. طبعا موجوده عندك هنا اوفر فيو عن النتورك ديت، موجوده عندك ريفيوز، موجوده عندك ديسكشن، موجوده عندك اكزامبل هو حاطه لك تقدر تنفذه، وقايل لك هي كومباتبل مع اي نسخ من ماتلاب مثلا من اول ماتلاب مثلا 2017. طبعا في بعض انواع النتوركس دي مش هتلاقيها كومباتبل الا مع النسخ من اول مثلا ماتلاب 2020. طيب هختار من مانج هنا، تمام، راح هو جايب لي الشاشه وجاب لي الحاجات الانستولد، ولو انا عايز حاجه محتاجه ابديت هتلاقيه موجوده في الابديتس. انا وقفت على الفي جي جي 16 اهي، عايز اعمل لها ان انستول، هختار من هنا ايه ان انستول، تمام. الكلام ده الهدف من الفيديو زي ما قلنا ان احنا نوضح ازاي نعمل ان انستول، فدي الخطوات اللي احنا عملناها.